اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من صحافه الغد، هنتناول فيها مع حضراتكم بالقراءه والتحليل اهم عناوين الصحف المصريه الصادره غدا باذن الله. والنهارده هيكون الموضوع او الجريده ان شاء الله هنتصفح في عناوينها هي جريده اليوم السابع، ويسعدني ان يكون معايا للتحليل والتعليق الاستاذ الكاتب الصحفي احمد جمعه، الكاتب الصحفي بجريده اليوم السابع. اهلا بك استاذ احمد. اهلا بك يا استاذه مريم. اهلا بك. يعني النهارده كان طبعا نشاط السيد الرئيس متصدر جميع الصحف، وطبعا صحيفة اليوم السابع كان من أبرز هذه الموضوعات. النهاردة في الصفحة الخامسة لصحيفة اليوم السابع نطالع عن تقرير عن الرسائل اللي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال ببدء الإنتاج الرسمي لحقل ظهر، ونقرأ: السيسي يشهد الاحتفال ببدء الانتاج الرسمي لحقل ظهر ويشكر رئيس شركة إيني وأيضا رئيس الوزراء شريف إسماعيل. نطالع أيضا الرئيس السيسي قال: أنا مش سياسي واللي عايز يخرب مصر لازم يخلص مني الأول، وأيضا سأطالب من المصريين تفويضا لمواجهة الأشرار إذا لزم الأمر، والاستقرار سبب النجاح ومحدش ياخدكم في سكة ويضيع البلد. في الحقيقة رسائل قوية جدا، يمكن من أقوى الخطابات اللي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهها للمصريين هو النهاردة، ويمكن تحدث أكتر في قصة ضياع مصر وأهمية إن إزاي المصريين يبقى عندهم درجة وعي كبيرة جدا عشان يحافظوا على البلد. قراءتك إيه لأهم الرسائل اللي جات في خطاب السيسي النهاردة؟ هو في البداية يعني حقل ظهر يعد اكتشاف كبير وضخم ودعم قوي للاقتصاد المصري، وهيوفر لخزينة الدولة المصرية يعني ما يقارب 3 مليار دولار سنويا. رسائل الرئيس السيسي النهاردة جات بعد ضغط كبير حولت بعض الأطراف ممارسته على مصر عقب اتفاقات ترسيم الحدود وتحديدا الحدود البحرية مع قبرص واليونان. الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة وضح ليه مصر كانت متمسكة بعملية ترسيم الحدود البحرية مع الدول حتى تتمكن الدولة المصرية من التنقيب عن الثروات الطبيعية كالغاز أو النفط في أو على حدودها. نعم. الرئيس النهاردة كان ليه رسائل قوية جدا، وأول رسالة قال أنا مش سياسي، وهنا الرئيس يقصد يعني هو رجل واضح، الساسة دائما يتلونون يستخدمون بعض الألفاظ والكلام الطيب لمحاولة الالتفاف على بعض الأمور أو محاولة تضليل الشعب، وقال أنا لست سياسي ولكني مواطن اعمل اللي هو مش هضحك عليكم بكلام سياسي منمق ومتزوق، ولكن انا يعني تخيلت ان باقي الجمله انا رجل عسكري. بالظبط، يعني تخيلت ان ده بقى هو يقصد ان الساسه كثير من الساسه يتجملون في خطاباتهم واحاديثهم كي ينعمون او يحظون باصوات المواطنين، وللاسف تكون معظم خطابات الساسه تكون لمصالح معينه لتحقيق أجندة معينة ليست لصالح المواطن. الرئيس تحدث بشكل عفوي، أنا لست سياسي ولكن أنا شخص اختاره الشعب المصري واختاره المواطن المصري للحفاظ على الدولة واستقرار مصر والعمل على النهوض بها. الرئيس أيضا كان شكر المهندس شريف إسماعيل، دي لفتة إنسانية كبيرة، هو يعني كان صاحب الخبر كان وزير بأن مصر اكتشفت حقل ظهر عندما كان وزير البترول، والرئيس أشاد ب نقاء المهندس شريف إسماعيل وعمله بكد، وعلى الرغم من المرض الذي يعني حدث له لكن الرجل يعمل بكل صدق. الرئيس أيضا تحدث عن إشارة أو بشكل غير مباشر، هناك بعض الأطراف وهناك بعض الأشخاص الأشرار كما سميهم الأشرار، نعم، يريدون عرقلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، مسيرة الاستقرار في مصر، وحذر من هؤلاء وقال إذا لزم الأمر سأطلب تفويضا من الشعب المصري. وهنا يؤكد الرئيس دوما أن الشعب هو الحاكم، الشعب هو الفيصل في هذه الأمور. عندما يعني يغضب الرئيس أو يحتار في أمر ما فإنه يحيله إلى الشعب بصفته هو الحاكم الشرعي لهذه البلاد. أكد الرئيس على الاستقرار أيضا، ضرورة الاستقرار، احنا عشنا حوالي 4 سنين في ظل تظاهرات، في ظل غضب، في ظل حرق، في ظل يعني حالة من الفوضى في الشارع المصري، لكن عندما تحقق الاستقرار بدأنا نسير بخطى ثابتة نحو خطوات إصلاح اقتصادي، نحو النهوض بمؤسسات الدولة المصرية، نحو إعادة بناء البنية التحتية أو إعادة تهيئتها مرة أخرى كي
يتم ضخ استثمارات كبيرة. كل صحيح. هذه النجاحات في 4 سنوات تؤكد أن الرئيس السيسي كان صادقا. الرئيس اليوم تحدث بألم عن الهجوم الذي تعرضت له الدولة عقب يعني اتخاذها خطوة ترسيم الحدود البحرية، لكن ما حدث اليوم هو انتصار. الرئيس قال 100 مليار دولار كانوا عايزين يضيعهم علينا. ليه يعني طالب الإعلام المصري يعني، وهنا أقول أن يعني الكلمة دائما ما يخاطب الإعلام المصري، نعم، وهناك بعض الكلمات تكون قبور، هذا ما قصده الرئيس، لأن الحديث عن الأوطان يجب أن يكون بالتروي، يجب أن يكون بعقلانية، لأننا نخاطب جموع الشعب المصري، علينا أن نقوم بتنويره. وانتقد الرئيس بعض التناول الإعلامي لبعض الأمور، وطالب الإعلام المصري بأن يكون إعلام وطني داعم لبلده، داعم للاستقرار والأمن الذي سينعكس بالقطع على النهوض الاقتصادي، الارتقاء بمستوى المعيشة، وهو ما نتطلع له، لأن إن شاء الله عام 2018 يكون عام الخير، لأن مصر هتكتفي ذاتيا من الغاز الطبيعي وهنوفر أموال كبيرة. طيب فيه جملة قالها استوقفت الكثيرين، ان مش هسمح للي حصل من 7 أو 8 سنوات بحد على حد قول الرئيس يحصل تاني، لانه في بوادر لده تاني دلوقتي. هيك شايف ان يقصد ايه سياده الرئيس باللي حصل من 7 سنوات؟ من 7 أو من 8 سنين الدوله المصريه كانت مهدده بالانهيار، عدد من اطراف دوليه واقليميه كانت تتآمر وكانت تحاك مخططات في السر وفي العلن لاسقاط الدوله المصريه، لضرب الجيش المصري، لاستهداف المؤسسات الأمنية واستهداف مؤسسات الدولة، سواء بنشر الشائعات أو بنشر الأكاذيب أو بعض اللاعبين في المشهد المصري، سواء كانوا نشطاء أو بعض الأطراف التي تنتمي للمعارضة أو قيادات في جماعة الإخوان. الرئيس أكد أننا لن نسمح بذلك، هو يقصد أننا لن نسمح بسقوط أو استهداف مؤسسات الدولة المصرية، وأن مؤسسات الدولة ستظل عاتية أمام أي محاولات لزعزعتها أو إسقاطها. هذه رسالة غير مباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسي للدول، من الرئيس عبد الفتاح السيسي للدول التي تريد العبث. في الداخل كمان؟ نعم، مش للداخل كمان؟ بالتأكيد هناك يعني بعض خيوط هذه المؤامرة في الداخل، هناك أطراف يعني نظرية المؤامرة موجودة، عشان الناس بتقول ما فيش مؤامرة، لا، نظرية المؤامرة موجودة، وفي أطراف بتغذيها في مصر. هي أقوى منها نظرية، هو في فعل على أرض الواقع. أطراف موجودة وساسة للأسف، يعني لا ينظرون إلى الوطن وإلى مصلحة الوطن، ولكن يتبعون نهجا تريده دولة إقليمية أو دولة عالمية لها أجندة محددة في منطقة الشرق الأوسط، وبالتأكيد هذه الأجندة تريد تفتي الدول المنطقة، وفي مقدمة هذه الدول مصر، لأنها الدولة العربية الأكبر في هذه المنطقة والأهم والأكثر صمودا. طيب هنفضل في نفس الحدث، ولكن هنروح للشق الاقتصادي منها أكثر، هنتكلم أكثر عن حقل ظهر وما سيوفره من رخاء زي ما حضرتك ذكرت، وقد إيه هيكون ليه تأثير استراتيجي على وضعنا الاقتصادي. ننتقل للصفحة الرابعة ونطالع تصريحات وزير البترول المهندس طارق الملا عن إمكانيات حقل ظهر، ونقرأ وزير البترول يقول حقل ظهر سينتج 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا بنهاية عام 2019. قال أيضا تحقيق الاكتفاء الذاتي مع نهاية 2018 وتوفير 3 مليار دولار سنويا. أيضا تحدث رئيس شركة إينيا الإيطالية، قال إن الشركات المصرية حققت إنجازا قياسيا وظهر ما زال فيه المزيد الاكتشاف. تعليق حضرتك. في البداية حقل ظهر، هذا الاكتشاف الكبير، الرئيس ألمح اليوم وأشار أن خزينة الدولة المصرية كانت تتكلف شهريا مليار و200 مليون دولار لتوفير حاجيات المواطنين واحتياجاتهم من الغاز الطبيعي. كان عند مصر عجز، كنا نلجأ إلى الاستيراد الخارجي، لكن حقل ظهر سيوفر لنا الاكتفاء الذاتي بنهاية عام 2018 كما شدد الرئيس على ذلك، ودعا إلى تقليص المدة، كان المفترض عام 2019، لكن الرئيس طالب بنهاية عام 2018 تكون مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وده بالطبع هيوفر لنا 3 مليار دولار تحتاجهم خزينة الدولة في قطاعات أخرى ممكن توجه للتعليم أو الصحة. صحيح. أيضا يعني الإنتاج بنهاية عام 2019 إنتاج هيوصل ل 2.7 مليار قدم مكعب غاز بشكل يومي، ده هيحقق فائض، ممكن نقدر نوفر الفائض ده للمصانع في المناطق الصناعية، سواء
في بورسعيد أو في السويس، مصانع كتير جدا ستعمل، ستحتاج إلى الطاقة. هذا الفائض سيساعد بشكل كبير في النهوض بهذا القطاع. الرئيس أيضا وجه رسالة هامة جدا للشعب الإيطالي بأن قضية جوليو ريجيني مصر مهتمة بها وستكشف الأطراف المتورطة في هذه القضية. ونحن نعرف أن أستاذة جامعية إخوانية في جامعة كامبريدج هي التي كانت تدفع جوليو ريجيني للقيام بأبحاث عن العمال في مصر. لا نعرف ما هي ملابسات أو قيود هذه القضية، لكن يوما بعد يوم تتضح هذه الملابسات. نعم، وهذه الدكتورة الجامعية التي تنتمي لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، إيطاليا اتهمت هذه الأستاذة وبريطانيا بعدم التعاون معها في ملف جوليو ريجيني. الرئيس النهاردة وجه رسائل مطمئنة لأسرة ريجيني وعزاهم في ابنهم، وأكد أن بعض الأطراف سعت للوقيعة ما بين مصر وإيطاليا لعرقلة التعاون الاقتصادي وتحديدا حقل ظهر، لأن شركة إيني الإيطالية عندما اكتشفت هذا الحقل وجاء مقتل جوليو ريجيني بالتزامن مع زيارة أكبر وافد اقتصادي إيطالي. وده يعكس قد إيه هي فعلا متعمد فيها في هذا التوقيت، يعني مدروس. صحيح، يعني النهاردة رسائل الرئيس كانت مطمئنة وأكدت أن مصر لن تتهاون في هذا الملف، وجاءت ردا على الرسالة المزيفة التي نسبت إلى جهاز المخابرات التي أرسلت إلى السفارة الإيطالية بالخارج. الرئيس أكد وفند هذه المزاعم وأكد أن مصر ماضية في التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، وحي رئيس شركة إيني الإيطالية لأنه يعني لم يتوانى يوما عندما يطلب منه إسراع وتيرة العمل. أيضا رئيس الشركة أكد على أن الشركات المصرية كان لها دور كبير وتمتلك قدرات كبيرة، ويعني النهاردة برضو كان في بشرة خير، قال لسه في حقل ظهر اكتشافات أخرى سيتم الكشف عنها خلال الأشهر المقبلة. يعني نتمنى الخير لمصر ولبلادنا هذا الاكتشاف، نتمنى أن نقوم بالإسراع عن التنقيب للبحث عن الغاز أو النفط، لأن هذا يوفر الكثير للموازنة العامة للدولة التي تستنزف بشكل كبير في هذا القطاع. نعم، طيب هنقفل ملف حقل ظهر وهننتقل لموضوع جديد خالص، وهو يتعلق بالقضية الفلسطينية وتصريحات وزير الخارجية سامح شكري في هذا الشأن. هننتقل إلى الصفحة الثالثة ونطالع تقرير مشاركة وزير الخارجية سامح شكري في أعمال الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية ببروكسل. شكري يقول الحل العادل للقضية الفلسطينية يدعم أمن المنطقة وده يمكن من أهم التصريحات اللي جاءت النهاردة على لسان وزير الخارجية سامح شكري. هيك شايف في ظل التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية أهمية المشاركة الفلسطينية، خاصة في ظل المصالحة الداخلية اللي بتقوم بها مصر والدور الكبير بتقوم به مصر، هذه المشاركة وتأكيد مصر على أهمية الرجوع لحل الدولتين؟ في البداية عشان نعرف بس ايه سبب الاجتماع الاستثنائي اللي في بروكسل، الولايات المتحدة الامريكية قطعت 65 مليون دولار عن الأونروا، والأونروا دي منظمة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، دي انشئت سنة 48 وبدأت العمل فعليا سنة 1950، وهي معنية بهموم ومشكلات اللاجئين الفلسطينيين وتعمل على توفير الرواتب في قطاع الصحة وقطاع التعليم. نجحت مصر في 12 أكتوبر الماضي في إبرام مصالحة ما بين حركتي فتح وحماس برعاية جهاز المخابرات المصرية. هذه المصالحة كانت بارقة أمل لأبناء الشعب الفلسطيني لحل الصراع الذي دام لأكثر حركتي فتح وحماس، وتم الاتفاق على خارطة الطريق لحل المشكلات العالقة سواء أزمة الموظفين، أزمة الرواتب، إضافة إلى تسليم المقرات الأمنية وتسليم الوزارات إلى حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله. عقب هذه التطورات كافة خرج ترامب بقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وطلب بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، وهو قرار أرعن أغضب العديد من الدول العربية والأوروبية. ما دفع ترامب للتلويح بورقة المساعدات للدول العربية ورقة المساعدات إلى الفلسطينيين،
وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم العديد من المساعدات، ويزعم أن الدول لا تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم هذه المساعدات، وكأن هذه المساعدات منحة إلى أبناء الشعب الفلسطيني. لا، بالعكس، هذه حقوق وأقل حق يقدم للمواطن الفلسطيني الذي تم احتلال أرضه من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي وفرض المستوطنات، إضافة إلى الاعتقالات والقتل. هذا الاجتماع يأتي بعد دعوة وجهتها اليونروا بأنها تطلب أو في حاجة ل 800 مليون دولار لتوفير حاجيات المواطنين واللاجئين الفلسطينيين. هذه الضغوطات التي يمارسها النظام الأمريكي هي محاولة لتمرير صفقة القرن التي تريد أن تقيم ما يعني أشبه ورقة ضغط عليك تقصد أنها ورقة ضغط. تريد الولايات المتحدة الأمريكية إقامة أشبه ما هو أشبه بالكونفدرالية، ويتم اختيار عاصمة أخرى بدلا من القدس. أبو ديس هي قرية متواجدة بجوار مدينة القدس، وعملت الولايات المتحدة الأمريكية على الدفع نحو هذا الحل، وقالت أنها صفقة القرن التي ستحل الأزمة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين بأن تكون هناك كونفدرالية، يتم ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى جانب أجزاء من القدس فيما عدا المدينة القدس بعد الأحياء كحي العيساوية أو حي أبو ديس، وتكون أبو ديس العاصمة. السلطة الوطنية الفلسطينية عندما رفضت ذلك طبعا تم فرض عقوبات وتم تجميد 65 مليون دولار للأونروا. لذلك اجتمعت الدول في بروكسل للبحث عن مصادر تمويل أخرى. يعني قرار الرئيس الامريكي هيتم تنفيذه، ولكن يعني ما الدول الاوروبيه ما فكرتش انها تضغط على الولايات المتحده، ولكن بدات في البحث عن طرق اخرى. الدول الاوروبيه موقفها ايجابي اكثر من الولايات المتحده الامريكيه لصالح فلسطين. لا يعني لا تقصر يوما، وانتقدت قرار الرئيس الامريكي والجمعيه العامه للامم المتحده، خرجت باغلبيه ساحقه رفضا لهذا القرار. وعلى الرغم من ذلك، ترامب وفقا لحسابات داخليه هو يريد دعم اللوبي الصهيوني، لذلك يصر على هذا القرار. نعم. طيب هننتقل لأمر وشأن داخلي، وهو خاص بعملية تعليمية في مصر، وخاصة بالثانوية العامة. في الصفحة السادسة من جريدة اليوم السابع نقرأ: التعليم تعلن ضوابط وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة. حضور الطالب 85% من أيام الدراسة شرط لمعاملته كطالب منتظم، وأيضا الرابع من فبراير بدء كتابة الاستمارة الورقية، وأيضا عدم السماح بعقد لجان امتحان للمحبوسين بأقسام الشرطة. طيب العملية التعليمية في مصر طبعا عليها دايما علامات استفهام، والبعبع بتاع هذه العملية هو الثانوية العامة. النهاردة وزارة التعليم بتصدر كتيب في مواصفات الالتحاق بالثانوية العامة، وطبعا زي ما احنا عارفين كل سنة لازم بيكون فيه جديد ومفاجآت جديدة. يمكن من أهم البنود اللي أعلنت عنها هي فكرة حضور الطالب والانتظامه في العملية الدراسية، دي كانت من أهم البنود. وأيضا السماح بالانتقال من العلم للأدبي وما إلى ذلك. هيك شايف هذه الضوابط الجديدة من شأنها أنها تنعكس بشكل إيجابي على العملية التعليمية فيما يتعلق بالثانوية العامة، ولا إرهاق للطالب ولأسرة الطالب؟ هو بصراحة الثانوية العامة صداع في بيت كل مصري وبعبع كبير جدا، والعديد من الأسر يعني تخشى الثانوية العامة بشكل كبير بسبب يعني سياسات خاطئة كانت في الماضي وفي السابق من قبل عدد كبير من الوزراء. لكن الدكتور طارق شوقي يعني لديه خطة واستراتيجية لتطوير التعليم بشكل سريع في الفترة الأخيرة، استقطاب بعض النماذج الخارجية كالمدارس اليابانية، أنجع السبل التي طبقت على مستوى العالم تستعين بها وزارة التعليم لنهوض بالتعليم. احنا عندنا مشكلة كبيرة ان الطالب اصبح يعني كالأداة او كالماكينة حافظ ولا يستوعب ولا يفهم المعلومة بسبب الاعتماد على سياسة التلقين والحفظ والحشو. بالتأكيد الدكتور طارق شوقي يعني هذه الاستراتيجية من وجهة نظري هي ليست للنهوض بالتعليم، هذه الخطوة تحديدا هي عملية تنظيمية فقط. يعني حدد حتى إبريل المقبل للطلبة الراغبين في التحويل من علمي علوم إلى علمي رياضة. الرسوم أيضا، الطالب الذي يعني للمرة الأولى يدخل امتحان يدفع رسوم 100 جنيه، أو للمرة الثانية لكن في حال أنه رسب مرة ثالثة أو رابعة يقوم بدفع
200 جنيه، اشترط ايضا حضور 85% من العام الدراسي او من الفصل الدراسي. طب هو موضوع ال 85% ده كان معلن منذ بدايه العام الدراسي بحيث يبقى الطالب عارف ما يفاجئش دلوقتي انه كان المفروض يحضر 85% من ايام الدراسه؟ كان معلن؟ للاسف هو كان معلن، بس للاسف في مشكله ان الطلبه ما بتروحش المدرسه وبتعتمد على الدروس الخصوصيه بحجه او تحت ذريعه ان المدرس لا يقوم باداء واجبه او عمله بالشكل الامثل، وان لا توجد عملية تعليمية في المدارس، يلجأ العديد من الطلاب إلى الدروس الخصوصية. الدروس الخصوصية في الفترة الأخيرة كانت سببا كبيرا في انهيار التعليم لا يعني مش في الفترة الأخيرة، هي طول عمرها طول عمرها، لكن في الفترة الأخيرة كان في تركيز أكبر بسبب التطورات السياسية اللي شهدتها مصر. كان في نوع من الخلل في كافة المؤسسات ومؤسسة التعليم لم تكن بعيدة عن هذا الخلل والفوضى. يحاول الدكتور طارق شوقي يعني لملمت هذه الأوراق، وضعها في مكانها الصحيح كي يبدأ من العام المقبل الاستراتيجية والرؤية التي وضعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بقطاع التعليم واستقطاب النماذج الافضل. طب معلش الجمله، العنوان الاخير عدم السماح بعقد لجان امتحان المحبوسين باقسام الشرطه، حضرتك شايف القرار ده ازاي؟ هو نوع من احترام حقوق الانسان، نوع من احترام حقوق الطالب، يعني تخصص له لجان خاصه، هذه اللجان يحضرها الطلبه المدانين في قضايا ما او الراغبين في اكمال العمليه التعليميه، وهو نوع من التاكيد على سمو رساله التعليم بان لا يجب ان تكون في اقسام شرطه. هو حق من حقوق الانسان، واعتقد ان وزاره الداخليه واداره حقوق الانسان ستدعم هذا القرار بشكل كبير لانه يحترم حقوق الانسان. الجو هو كده احترم حقوق الانسان بس اضاع حقوق الطالب، يعني في طلبه يعني اكيد كل اللي في السجن شايف ان هو مظلوم او لازم تثبت الجو غير مهيئ لإجراء الاختبارات، يضيع عليه سنوات لمجرد عمليات التحقيق، يعني هل ده أمر إنساني أكتر؟ لا، هو الفكرة يعني في مسار قضائي أو تحقيقات، يعني المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لكن هنا يعني البيئة، هنا الحديث عن البيئة داخل الأقسام غير مواتية لقيام الطالب ب الامتحان أو أداء واجبه في الامتحان، لكن هو نوع دفعة معنوية أكبر، احترام لحقوق الطالب عشان ما يعملوش غلط يدخلوا الأقسام بالضبط. لا، والأقسام يعني بيئة غير مواتية بالمرة لأن يقوم الطالب بأداء الامتحان. طيب هننتقل لموضوع آخر سريعا عشان وقت حلقتنا. في الصفحة الثانية موضوع عن الصحة، إن الصحة بتبدأ بتسعير 3600 خدمة طبية يقدمها التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد عماد بيقول تشكيل هيئات إدارة المنظومة وصدور اللائحة التنفيذية قريبا، و55 خبيرا يقومون بالتسعير بعد زيادة 30% على المصاريف والتكاليف. ملف التأمين الصحي من الشامل من الملفات المهمة جدا اللي متابعينها في الفترة الأخيرة. يعني نشرح للمواطن يعني إيه تسعير 3600 خدمة طبية. في خدمات طبية بتقدم للمواطن المصري سواء لما مثلا يجي يعمل أشعة أو تحاليل أو كشف، بعد الكشف أو الأشعة تصرف له أدوية، هذا يعني سموها البنود المباشرة. هناك بنود مباشرة وغير مباشرة، نعم. يتم إضافتها إلى جانب 30% كي يتم تقديم رعاية صحية أفضل. يعني العديد من الدول العربية للأمانة حتى الآن بالرغم من الظروف الصعبة وعلى رأسها العراق، كنت في العراق الأسبوع الماضي، المنظومة الصحية في العراق مجانا، يعني يتم العلاج بشكل مجاني. بالطبع لكن في محاولات دايما من الدولة في الفترة الأخيرة، من أهم الملفات اللي بنراهن عليها هو موضوع التأمين الصحي الشامل. نتمنى طبعا التوفيق في هذا الملف الهام اللي بيمس كل المواطنين. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد جمعة الكاتب الصحفي بجريدة اليوم السابع على هذا التحليل، والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام. أشكر لحضراتكم طيب المتابعة لهذه الحلقة، وإلى اللقاء.